وهذا سائل من طلاب المعهد العلمي في الملز، يقول: ظهر احد المتسعين في طلب العلم يقول ليس في رقبته بيعه ولي امر، فما قولكم حفظكم الله؟ يعني يصير مع الخوارج إلا عليك بيعة، إذا بايع أهل الحل والعقد من المسلمين يلزم البقية، تلزمهم البيعة تبعاً لغيرهم. ما كان المسلمون كلهم يبايعون ولاة الأمور، يبايع أهل الحل والعقد وأهل الجهاد، هم اللي يبايعون ولي الأمر، ويكفي هذا عن بقية الرعية. نعم.